وما نراه في بلادنا من الظلم، الظلم هذا أشنع شيء، الظلم هذا هو يعني المقتل، هو المقتل الذي يصيبنا، الظلم بجميع أنواعه. فمثلا نحن الآن الناس ممنوعون من حقوقهم، هناك من لا يستطيع أن يصل إلى مرتبه، يبقى من الصباح واقف أمام البنوك إلى المساء لا يتحصل على 100 أو 200 دينار وهو حقه ومرتبه. هناك من هو محروم من كل الأشياء اللي يجب أن يعني يتمكن منها، لا يستطيع أن يصل إلى الدواء، لا يستطيع أن يصل إلى الغذاء، لا يستطيع أن يصل إلى العلاج، ممنوع من الكهرباء، ممنوع من الحقوق التي هي حقوق واجب على المسؤول أن يوصلها إليه. الغلاء الآن غلاء فاحش، هذا ظلم. الناس المسؤولون عن الاقتصاد وعن المسؤولون عن الأموال هذا شيء في أعناقهم، لابد أن يرفعوا الظلم عن الناس، هذا في أعناق أصحاب المال، مصرف ليبيا المركزي، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد، لابد أن ينظروا في هذا. هذه سياسة عوجاء فاسدة أدت بالناس إلى أن تسلب منهم أموالهم من جيوبهم، هو مرتبه لا يستطيع أن يتحصل عليه، ثم بعد ذلك يتحصل عليه بما لا يبقى في جيبه 3 أو 4 أيام بسبب هذا الغلاء الفاحش. وبدل من يفتحوا لهم ويسهلوا لهم التحويل للآلي الإلكتروني ليوفر عليهم جهد الجهد والوقت وكذا، يفتحون لهم أبواب أخرى بفتح بطاقات مصرفية من هنا ومن هناك، كثير منها هي غير مشروع وغير شرعية، والأمر الشرعي متاح، مجرد أن يعمل برنامج هم يعلمونه ويسمحون لهم بالتحويل، كل واحد من الموبايل متاعه يشتري السلع ويسافر ويشتري التذكرة ويفعل ما يريد كما يعلمونه هم، وما هو موجود في كل بلاد الدنيا. لماذا يمنعونهم من ذلك؟ هذا ظلم، هذا ظلم، والله هذا ظلم يا مسؤول، يا مصرف ليبيا المركزي، يا وزير الاقتصاد، يا وزير المالية، يا من بيده الأمر، يا رئيس حكومة، هذا ظلم. تمنعون الناس من حقوقهم وتلجئونهم إلى هذا العناء وهذا الضنك ليرتكبوا المحظور، ثم بعد ذلك يسلط الله علينا عدونا فلا نستطيع أن نقف أمامه. ارفعوا الظلم عن الناس تفرج الأمور، لابد أن ترفعوا الظلم عن الناس. هذا شيء قليل من كثير الذي أقوله، هذا شيء قليل من كثير.